ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا ومعاكم الممثلة التونسية الشابة نانسي بالحاج. أهلا، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. ازي قوليلي بقى، حضرتك؟ مين نانسي بالحاج؟ نانسي بالحاج ممثلة تونسية، خريجة مصممة أزياء، درست في معهد موضة فاك دي مود. طبعا أهلي من وأنا صغيرة قالوا لي التمثيل ده، بس في نفس الوقت اون باراليل كنت بعمل مسرح في تونس برضو. عملت مسلسل وفيلمين في تونس، وبعدها طلبتني مصر فجيت. ايه بقى سبب اختيارك لمصر؟ والله اشمعنى بصراحة مصر؟ بص، مصر هي هوليود الشرق، ما فيهاش كلام يعني. وطبعا هنا الأجانب ما بيحسوش بصراحة يعني ان هم مش في بلدهم. مصر دايما بتعتبر بالنسبة لينا كإحنا توانسة او كعرب فنانين عرب، بالنسبة لنا بلدنا التانية. وطبعا مصر هي سبب نجومية الممثلين كتير جدا يعني، سواء تونس او مغرب او مصر. فعلا في ممثلين كتير قوي تونسيين هنا، واحنا اطفال ما كناش نعرف اصلا ان هم مش مصريين، يعني احنا كبرنا ان دي دول حقيقة، دي فنانين حقيقة، عندنا. دي حقيقة طبعا. طيب تونس طبعا خرجت هند صبري، ودره صح؟ ظفر العابدين، كتير، طبعا لا ممثلين فنانين كبار كتير. طبعا، دي حقيقة. وظفر العابدين تقريبا، طبعا ظفر بوجه له تحية، طبعا صاحبي جدا. في كتير. طيب قولي بقى، ايه الدور اللي نفسك تعمليه انا؟ والله بصي، انا اي دور بيخلي بصمة مع الناس، بيخلي الناس تفتكرني بيه، انا بشتغل. انا بتجيلي ادوار كتيره جدا، بس انا اللي يفرق معايا الورق. لو الورق حلو ما عنديش مشكله في الدور، بس لو الورق مش حلو انا ما بتجيلي عروض كتيره جدا، وبتجيلي سيناريوهات، وعندي في البيت كتير سيناريوهات، بس في حاجات طيب ما بتعجبكيش صح مش كده؟ ما بتعجبنيش. الورق ما يبقاش زي ما انا عايزه، عايزه اعمل دور بيبقى بيعلم مع الناس، بيقعد في طيب دماغ ايه الناس. دلوقتي، هرجعك تاني لتونس. ايه اللي بينقص تونس عشان تبقى زي مصر في مجال التمثيل، او في التمثيل والله بشكل عام؟ بص، حاجات كتير بصراحة. أولهم بص، احنا في تونس كسينما أو كدراما مش زي مصر. احنا عندنا الإنتاج في تونس ضعيف جدا يعني، وكمان احنا انتوا ما شاء الله الله اكبر يعني 120 مليون، ده واحنا 100 تونس مليون بس. جبت 120 20 مليون دول منين؟ جم امتى؟ هي 100 بس، ال 20 مليون فعلا دول جبتهم انت جايه؟ احنا 12 مليون، مش كتير. فده ده سبب من الاسباب يعني يعني. جمهور مصر اكبر طبعا طبعا ما شاء الله يعني، تونس فيها 12 مليون مش كتير. وكمان احنا عندنا المسلسلات او الافلام بتبقى من السنه للسنه، في خطور مسلسلات يعني، من يعني في رمضان سيزون لرمضان. واحد بس اللي هو رمضان، سيزون بس. لكن طول السنه ما فيش. ايوه بالظبط. طب ننسي قولي لي بقى، اول ما جيتي مصر ايه اول مكان روحتيه، وايه اول اكله مصريه اكلتيها؟ رحت الهرم، اوكي. الاهرامات، رحت المتحف برضو. اول اكله اكلتها، بصي انا كنت حريصه جدا ان انا اجرب الاكل المصري، بس هو ما فيش ديفيرونس كبيره يعني، لا في اختلاف يعني، في اختلاف. ما فيش ديفيرونس في، بس احنا بناكل كتير عليكم شطه، مش عارفه انتوا ما تاكلوش الشطه دي. شطه؟ احنا عندنا هريسه شويه تونسيه، حابه اجيب لكم انا. عندنا هريسه تونسيه، دونك احنا عندنا الشطه اكتر. اوكي طيب ماشي. ايه الامثال الشعبيه المصريه اللي انت لما جيتي هنا سمعتيها وعجبتك قوي؟ عجبتني قوي. يعني سمعتي مثل الشعب قلت ايه ده، هم بيقولوا ايه، ايه اللي هم بيقولوه ده؟ لا كتير. قولي لنا حاجه. لا كتير بس مش عارفه، مش مستحضره بصراحه. طب انت بتتكلمي مصري، انت بتتكلمي مصري كويس يعني، بتتكلمي مصري اكيد في كويس. امثال سمعتيها. الحمد لله. بص، عشان بنتفرج كتير جدا في تونس على السينما المصريه طبعا، فكل العرب الممثلين او بيعرفوا الفنانين اللي يتكلموا بيجوا مصر طبعا. مصر يعني اتعلمتيها بسهوله، ولا انت اصلا جيتي مصر بتعرفي تتكلمي مصري؟ لا بصراحه اول ما جيت ما اعرفش اتكلم مصري، كنت انت بتكلم بتتكلمي فرنسي، فرنساوي ما صح؟ اعرفش اتكلم فرنساوي. عربي واحنا برضو. عندنا مش كتير بيتكلموا فرنسي يعني، الاكتر انجلش، لكن ما حدش عنده. اكزاكتومون. لا انا كنت اول ما جيت كنت بتكلم تونسي فرنسي، دونك بخاتيكمون تعلمت المصري كويس جدا الحمد لله. طيب دلوقتي احنا عارفين انك ما شاء الله يعني منوره شوارع القاهره ربنا يخليك، ميرسي لذوقك. بمجوهرات واصف، جات لك ازاي الموضوع انك تعملي دعايه لواصف؟ والله بس اتصل بيا الاستاذ واصف، ايهاب واصف، فكان عايزني في امضي معاه سنه في وجهه بتاع الشركه بتاعته بالمجوهرات والذهب، فلقيتها فكره لذيذه جدا. وطبعا انا ما اقدرش اقول لمصر لا، فالحمد لله مضيت معاه عقد ان انا ابقى الوجهه بتاعته سنه. طيب انت كنت عامله سيت كوم
اول ما بداتي خالص؟ ايوه اول ما جيت مع مي سليم تقريبا صح؟ بالظبط. انا اول ما جيت كنت نازله على شركه علينا بذكر الاسامي طبعا. كنت نازله على شركه في الاخر ما كناش متفقين على الدور والكلام ده. بعدها كلموني برده كنت عامله سيت كوم مع مايس حمدان طلع فيه 13 حلقه وكل حلقه بشخصيه كنت برده بتكلم تونسي فيها. بس وعملت بعدها اعلان مع الاستاذ ياسر سامي بوجه له التحيه طبعا. وعندي كذا حاجه ان شاء الله قريب يعني. يعني انت اصلا جايه مصر عشان التمثيل؟ طبعا. طيب قولي لي في عندك شروط انك ترفضي دور معين؟ يعني جالك دور مثلا قبل كده او انت حاطه لنفسك شروط لو جالي الدور ده هقول لا؟ بصي اي حاجه هتجيلي مش هتقلل مني او هتخلي الناس اللي ورايا زي اهلي مثلا ان هم يتكسفوا من اللي انا بعمله طبعا لا. مش هعمل كده. طب بصي كده الصوره دي. بصي يعني انت قعدتي يعني رحتي لكل يافطه من دول واتصورتي جنبها ولا عملتي ايه؟ لا بص هو اول ما نزلت هي نزلت في كل الاماكن. اه حقيقي. بس انا اقرب مكان ليا كان ده فانا دي فين انا بقى؟ ما رحتش دي مصر الجديده. انا ما رحتش مخصوص انا كنت معديه من هناك فلقيت وشي قلت والله لا اتصور والله العظيم لا اتصور بقى اتصور مع لا حلوه برده ما شاء الله الله يرعيك شكرا اتحلي نفسك يعني. لا بهزر بقى. في معنى حاجه تاني؟ نعم. طيب قولي لي بقى ايه مشاريعك المستقبليه وناويه تدخلي مجال تاني غير التمثيل ولا انت بس التمثيل يعني انت لا انا عشق التمثيل. بس ما فكرتيش تشتغلي حاجه تانيه مثلا؟ لا خالص انا حتى شغلي اللي هو ستيليست موديليست ما مصممه ازياء ولا ما لا انا بحب التمثيل انا بعشق التمثيل. طب اخر سؤال بقى عشان احنا عارفين انك هتمضي حاجه فقولي لنا اي تفاصيل انت صغيره. ما بتفوتكش حاجه يا استاذ محمد. ايه؟ ما بتفوتكش حاجه. اكسكلوزيف كده بس للجريء والجميل. بص انا مش هقدر دلوقتي اصرح على انا بص انا ماضيه حاجتين ماضيه فيلم ومسلسل مع مخرجين كبار وممثلين برضو نجوم السينما المصريه والدراما المصريه ان شاء الله قريب جدا. دي فزوره بقى نخمن احنا بقى مين المخرجين الكبار ومين ان شاء الله الكبار ومين الممثلين الفيلم الكبار هيكون مع ممثل محبوب جدا في مصر يعني الناس كلها بتحبه احمد عز مثلا. لا ما مش هقدر اقول دلوقتي معلش عشان الانتاج وكده اول ان شاء الله اول ما هتكوني معانا ضيفه تاني هنا وهتقولي انتوا اول ناس هتعرفوا باذن الله. احنا مش قادر اقول لك بنشكرك ازاي حبيبي ميرسي جدا للذوق انتوا ميرسي ان انتوا على الاستضافه الحلوه والكلام الحلو والله شرفتينا بجد وبنشكرك وبنتمنى لك دايما التوفيق والنجاح في اللي جاي ليكي باذن الله. يا رب باذن الله. ميرسي اعزائي المشاهدين يعني كنا مع نجمه تونسيه كبيره نانسي بالحاج بنشكركم جدا. نرجع لفاصل ونرجع لكم تاني.